طاجن تورلي باللحمة، لحم مكعبات وبصل وثوم وبطاطس بسلة، كوسة، قرق جزر، طماطم مفرومة، طماطم صوص، رش السكر، كرات، كرفس، زعتر، بهارات، كمون، ملح، فلفل، جوز الطيب، زيت. طيب يعني انا تخيلي الطاجن ده حكاية يعني، مش اي كلام، بس عايز دعم شوية كده. حطينا اللحمة، لازم البصل تصفر مع اللحمة، ودايما معظم شغلنا بنقول عليه ني في ني، ني في ني. وحط البهارات بقى تتحمر معاه، دي الستيبة اهي، وادي بهارات مطحونة، الريحة بدأت تهل اهي. طيب الخضار بتاعي، كوسة مع الجزر، وادي البطاطس. ايه ده الجمال ده، تعال خش. فين الغطا بتاعه بقى؟ جاهز؟ يلا خش تعالى لي. فل يا باشا، فل يا باشا، مية مية. دي البسلة مع الجزر عشان تاخد وتدي مع بعضيها. وادي بقى الايه، السمهوت ووتر، لسه سلطان بيبر. صلى على النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. اللحمة كده سيبها تستوي كده. ده الخضار بتاعي، هوبا. سمع الطشه يا باشا؟